استنى هل بدل في التصوير ده تلبس اصلا على جديد في مصنع من فوق. ايوه والله بعرف انا خليك تسمع معاهم في الاول. لا انت خلص فنديشتك الاول. منيح فكرونا سوا. ايه مظبوط ده كده صباح عندك هون منيح مش عامل كده. اصلا المنطقة لمنطقة طبيعي ان انت السواح اكتر من البنشات اللي بيشوفوا عم نطلع يعني. ثوري فترة هاي فترة منيحة شر 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 عندك فوق خلي عندك المدار. ما انا رح مسح الكاميرا لانه عم بيحكي عم بيريل كمان صحتان قلبك. فلافل من حمص بالحمص مش بالفول. ما تاكل فول تقول بالمكلول كل حمص قول انا حمصي. خلاص لبعد وحدة لا فول اثنين اليوم بزيادة راح اقرا ابو ربع او نص بواحد ونص يوم ولا شيء. هاي فلافل الشهيد اهم شيء بعوصل النص حتى تقلي مظبوط. هاي بدها مع المية سلام. اسمك كريم؟ من وين؟ حمص. شو بتعمل؟ عم بقلي فلافل. وغير هيك؟ بلف سندويش. ايوه شوف الشغل المظبوط. المهم ايش شو تاريخه؟ هلا هيك ما رح نوصل للنتيجه. مين اخترعه؟ انا عم نبش على البصل عم يعملها هونيك وهي بعد بايده هونيك مش مبينه. سريع. ايوه لكن بعد يا جماعه خس لفت بندوره كميس حر نعناع بقدونس خبز كبير خبز صغير وطراطور وحر عم تذكرني بالحر. هذا الساندويتش الفلافل اللي بحب ياكل فلافل ب 1000 ليره هاي الاسعار المدروسه. لا صور الجنب فوق شو هذا؟ المحل ده شو مبين؟ برا برا فوق ما هون. ايوه قافل ابو بلال ساندويتش ب 1000. هذا فلافل الحمص. هذا فلافل طيبة اللي حابب ياكل 4 دقايق ونص بيقدوا ان كنتش تجربوا الفلافل من هون. بس قالوا عن ابو بلال. ابو تامر الحمصي. ابو تامر الحمصي. في عندك اي اشتكى على الفلافل؟ كيف لاقي الفلافل؟ تمام. في عندك شيء لا. لا.
ايوه.